سمعنا أنه عندما تكون الفتاة في العادية الشهرية وتساقط شيء من شعرها وجب عليها أن تطهره بالماء لأنه سيعود للإنسان في يوم القيامة، كل ما تساقط من شعره سيعود إليه. أفيدونا عن صحة ما قيل وكيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا صحة لهذا القول. ما تساقط من شعر المرأة أو شعر الرجل أو قص من أظهاره فإنه لا يلزمه أن يطهره، خصوصا الحائض أيضا لا يلزمها أن تطهر هذا الشعر، ولا يشفع لها ذلك، ولا أصل لهذا الأمر، لأنها أشياء فضلات وجزئيات استغنى عنها الجسم وسقطت فترمى في أي مكان ولا قيمة لها، لا قيمة لها. وأما الإعادة يوم القيامة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الله لم يشرع لنا أن الحائض تغسل الشعر المتساقط منها في أيام الحيض أو المتساقط عند انقطاع الدم، المتساقط لا يشرع غسله، وإنما يجمع ويوضع في مكان مناسب. نعم.